إذا كبر المأموم قبل الإمام متعمدا ولم يعلن التكبير بعده فما حكم صلاته؟ غير صحيح. مأمور بأن يكبر بعد إمامه وهو خالف وكبر قبل الإمام، صلاته غير صحيحة. المسألة الثانية، نسي المأموم وكبر قبل الإمام ناسيا ثم تذكر بعد ذلك ولم يعلن التكبير بعد الإمام، فما حكم صلاته؟ غير صحيحة. ايش الواجب عليه؟ قال ناسي وناسي، الواجب عليه أن يعيد التكبير بعد تكبير الإمام، فإذا لم يعيد التكبير بعد تكبير الإمام تعتبر صلاته غير صحيحة. المسألة الثالثة، إذا كبر الإمام وكبر المأمومون بعده ثم أعاد الإمام التكبير لخلل وقع فيه، من أعاد الإمام التكبير مرة ثانية لأنه لم يحكم التكبير فأعاده مرة ثانية، هل على المأمومين أن يعيدوا التكبير وراءه مرة أخرى؟ الجواب إيش؟ نعم عليهم ذلك. ومن لم يعد تكبير بعده صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه كبر قبل إمامه. كم مسألة له؟ لا. الرابعة، إذا شرع في التكبير، إذا شرع في التكبير في تكبير الإحرام بعد إمامه ولكنه أكمل التكبير قبل الإمام، المأموم شرع في التكبير الإحرام بعد الإمام ولكنه أكملها قبل الإمام، يعتبر متابعة هذه ولا مسابقة؟ نعم، ما واضح المسألة؟ المأموم كبر بعد الإمام، بدأ بالتكبير بعد الإمام ولكنه أكمل التكبير قبل الإمام، متابعة هذه ولا مخالفة؟ نعم مخالفة، صلاته غير صحيحة. المسألة الخامسة، كبر شرع في التكبير قبل الإمام ولكنه أكمل التكبير بعد الإمام، متابعة ولا مخالفة؟ مخالفة، لابد يبدأ بالتكبير بعد الإمام ويكمل التكبير بعد الإمام. هاي معكم كم؟ خمس مسائل. نعم. مسألة السادسة، إذا كان المأموم أصم لم يسمع التكبير كيف يفعل؟ ومن يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلا وليبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. المأموم أصلا لم يسمع التكبير، ينبغي له أن يعهد على من بجنبه أنه إذا كبر الإمام أن يحركه، يعهد بأن يحركه إذا كبر الإمام حتى يعرف أن الإمام قد كبر، فإذا حركه الذي بجنبه على كل حال يكبر، هذا دليل على أن الإمام كبر. لكن متى يحركه؟ يحركه بعد أن يكبر الإمام وقبل أن يكبر هذا، قبل يكبر المحرك المعهود عليه يحركه، فإذا حركه كبر، عرف أن الإمام كبر تكبير الإحرام. لكن بقي إذا لم يدري، هل يتحرى ويكبر؟ جواب إيش؟ لا. ماذا يفعل؟ يمسك حتى يركع الإمام، فإذا ركع الإمام كبر تكبيرة الإحرام
وركع مع إمامه، وبعد أن يسلم الإمام يقوم ليقضي ما فاته. وإيش فاته؟ إيش فاته؟ فاته القراءة، قراءة فاتحة. وإذا كان القراءة جهرية قراءة فاتحة والسورة. قد يسأل سائل يقول السورة يحملها الإمام، كيف يقويها؟ يقويها لأن يحملها الإمام إذا استمع السورة بعد تكبير الإحرام. لم يكبر تكبير الإحرام بعد، لم يدخل في الصلاة رأسا، فعليه أن يقوي ما فاته من الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد أن يسلم الإمام. نعم. فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا. هنا تنبيه أن بعض عامة الناس عندما يأتون إلى المسجد والجماعة تصلي يدخل مع الإمام قبل أن يكبر تكبير الإحرام. إذا وجده في الركوع ركع معه، إذا وجده في السجود سجد معه، وإذا وجده في القعود قعد معه، ثم بعد ذلك يقوم بعد أن يسلم الإمام يقوم يكبر تكبير الإحرام ويقبل ما فاته. هل فعله صحيح؟ هل فعله صحيح؟ هل فعله صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن المصلي ما ممكن ما يعتبر داخل في الصلاة إلا إيش؟ إلا بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة بها المصلي يدخل صلاته ويحرم المحلل. تحريمها التكبير نص الخبر لم يدخلن ما دام لم يكبر، لم يدخلن ما دام لم يكبر. مثل المحرم بالحج أو العمرة ما يعتبر محرم إلا بإيش؟ إلا بالتلبية، بالتلبية إذا لبى. إذا أتى بالتلبية صار محرما، لكن قبل أن يأتي بالتلبية قبل يلبي يعتبر ما داخل في الإحرام. تكبير الإحرام كذلك أيضا لابد، ما يعتبر المصلي داخل في الصلاة إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة بها المصلي يدخل صلاته ويحرم المحلل، تحريمه التكبير نص الخبر لم يدخل ما دام لم يكبر.